كان والدتي بدأت السن يكبر، عندها مشاكل في الخروج، كانت بتعاني قوي لما تيجي تخرج نتيجة كبر السن ومشاكل في الصحة، ركوب العربية، التحرك، المشي. فبدأنا لما نيجي نروح مشوار أو نخرج بيها نحس بمعاناة، وهي كمان كانت بتحس بمعاناة جامدة قوي. فاكتشفت لا، طب ما فيش حاجة زي والدتي كده، وسيلة مواصلات مخصصة ليهم تقدر تساعدهم أو تساعدهم في التنقلات. الناس كبار السن دول، الناس ما بتعرفش تتحرك بسهولة، ما فيش حاجة ليهم. فقعدت أبحث وأعمل سيرش، مثلا ما كنا نيجي نخرج بيها اكتشفت إن مصر كلها ما فيش حد عامل حاجة للناس دي. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الفيجن بتاعتنا ان احنا عايزين نغطي القاهرة الاول مبدئيا، يعني بنحاول ان احنا نغطي القاهرة. احنا للأسف دلوقتي في اوردرات ما بنقدرش ننفذها لان بتبقى عدد العربيات غير كافي، في اماكن بعيدة عننا ما بنعرفش نروحها، بتبقى المشوار صعب. احنا مقرنا في المعادي، فناس بتكلمنا كتير اكتوبر شيخ زايد، بيبقى المسافة بعيدة، العربية ما بتروح بتتأخر جامد قوي. بدل ما اخدم النهاردة هنا اتنين تلاتة عملاء، فالكلاينت اللي جنبي ما بعرفش ان انا اعمل له سيرفيس واخدمه لما العربية تروح بعيد. انا واخواتي الاربعة مستخدمين الكراسي المتحرك، اعمارنا بتتراوح ما بين 36 ل 24 سنة. في مننا اللي قدر يعمل حاجة إلى حد ما، وفي مننا اللي لسه مش عارف يعمل حاجة. بعتقد لو في سهولة في التنقلات كل واحد هيقدر يشتغل الشغلانة اللي بيحبها. بعتقد إن كل واحد هيقدر يمارس الهواية اللي بيحبها. بعتقد إن الواحد هيقدر يروح ياخد التدريبات اللي هو نفسه يعملها علشان يحسن من نفسه في المهارة دي، أو يتعلم حاجة جديدة في حياته. فالتنقلات بتساعد جدا. على الأقل لو في تنقلات يمكن الواحد يقدر يتحرك، يعمل جلسات علاج طبيعي، وبالتالي تساعد في تحسين الحالة الصحية. لو هنتكلم كمان عن التحديات اللي بتقابلنا في الطرق والمواصلات، هنلاقي بداية من نزول الإنسان من بيته، ده إذا ما كانش فيه 3 4 5 سلمات مثلا من غير رمب. بعد كده بيقابلنا الأرصفة اللي في الشوارع ومدى ارتفاعها ومن غير رمب، يعني حتى لما بنلاقي المحافظة بتجدد في الطرق مش بيعملوا حساب خالص ان في رمب، مع ان القانون بيفرض ان يبقى في رمبات عشان تساعدنا على تحركاتنا. بالاضافة لسلوكيات الافراد في المجتمع، احنا محتاجين حتى الحكومة لوحدها، مش هنحط العبء عليها، لان الحكومة لوحدها مش هتعمل حاجة، لازم احنا نكون متعاونين. يعني ايه حضرتك؟ ما لقيش مكان ربنا كرمنا فيه وبقى فيه رمب، الاقي حضرتك تيجي تركن عربيتك فيه؟ احنا عايز تنجح توصل لهدفك، تحقق حلمك، والمجتمع يعرف قيمتك. القدرات اللي هي بتساعد في خدمة أو تنقلات ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الهمم في مصر دي حاجة حلوة قوي، بس ليها عيوبها. الميزة ان هي بتساعد الانسان يوصل المشوار بتاعه، حلوة قوي، لكن في المقابل بيكون المقابل المادي غالي جدا او مرتفع قياسا بباقي المواصلات الاخرى، التاكسي او غيره. انا هنا انت بتلعب على فئة او شريحة من المجتمع هي اصلا تعبانة ماديا.